قرب للمرة الثالثة والرابعة فندق مطعم المدينة اللي في شارع الاستقلال. أنا هالمطعم أحلينا. أوكي let's go. السلام عليكم. يلا مثل ما قلنا إحنا نطبعهم وهم يحطون صور بعض المشاهير اللي يجونهم كنوع من ال أو السلاح. وهذا عندهم ورقة في اي بي. انا طبعا تعمدت ان اجي هالوقت ما في زحمة. كلها شهادات شكر وشهادات وشهادات وشهادات. جرب هالمطعم اللي عليه الزحمة. انا الحين جيت هالوقت ما في ازدحام عليه بس في العصرات الزحمة. على قد ما انه حلو ولذيذ لكنه ايضا غالي 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 جدا غالي. بس على قهوة بشاي. هالمطعم الوحيد اظنه الوحيد اللي في تركيا يبتسمون. كيفك معلم؟ انا كيف مطعم المدينه هذا؟ هلا وسهلا. يلا شكرا. بيجي تركيا وما بياكل مطعم المدينة ما اجى تركيا ولا شو رايك؟ شكرا تشكر دريم. شكرا.